لسه طبعا مكملين في الحديث عن جماعة الإخوان الإرهابية واللي بتمارسوا من ضغوط سيئة السمعة بتقوم بها الجماعة دي، أن هي بتضغط على منظمات الحقوقية المشبوهة والممولة من قطر. ليه؟ في محاولة لإثارة البلبلة والضغط عشان تفرج عن أعضاء وقيادات الجماعة الإرهابية المتهمين في العديد من قضايا العنف، إثارة الشغب، قتل، إرهاب. الحقيقة أن المنظمات دي اعتادت أن هي تنفذ مخططات مموليها سواء من أنقرة سواء من الدوحة، وكل المخططات دي طبعا بتتم ضد مصر، وده بيكون واضح جدا جدا في التقارير الدورية المشبوهة اللي هي بتتعمد الترويج لأكاذيب حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. رغم أن كل دي أكاذيب مفضوحة، رغم أن الشعب المصري أفضل أصبح لديه وعي كامل عن كل ده، لكن الجماعة مصرة وبتحاول من خلال كل المنظمات المشبوهة دي أن هي تضغط من أجل الإفراج على مجرميها. لمزيد من المتابعة والنقاش في الموضوع ده بينضم لنا عبر الهاتف دكتور حافظ أبو سعد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان. دكتور حافظ، في البداية برحب بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. يعني بداية خلينا نضع السادة المشاهدين كده في الصورة بشكل أوسع، يعني منظمات مشبوهة أو منظمات حقوقية مشبوهة، المفهوم ده حضراتكم بتعرفوه إزاي، أو إزاي المشاهد يعرف إن دي منظمة مش بتتكلم عن حقوق الإنسان بشكل صحيح؟ إن هي يعني فكرة استخدام منظمات سياسية لشعار حقوق الإنسان، هو ده اللي حاب يعني اللي بيفرق ما بين منظمات هي تعمل على من اجل مبادئ حقوق الانسان وتعزيزها، واهم هذه المبادئ هي استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه، ويعني حتى لو شخص مقبوض عليه او يبقى الطلب الاساسي للمنظمه الحقوقيه هو ان يحاكم محاكمه عادله ومنصفه وان يكون لديه حق الدفاع. انما لما تكون منظمات مسيسه او سياسيه ولها اهداف سياسيه، هي منظمات في الحقيقة بتتناقض مع قيم ومبادئ حقوق الإنسان. على سبيل المثال، عندما تسعى إلى الإفراج عن قتلة أو إرهابيين ارتكبوا جرائم عنف وتفجير ودون أن يحاكموا، ده ضد حقوق الإنسان، ضد فكرة أن دولة سيادة قانون. دولة سيادة القانون معناها أن كل من ارتكب جريمة لابد أن يحاكم ويدفع الثمن وفقا لقانون العقوبات. فالمنظمات دي في الحقيقه هي منظمات انشاتها جماعه الاخوان المسلمين، اغلبها على فكره انشاتها جماعه الاخوان المسلمين، وموجوده في قطر وفي اسطنبول وفي لندن، وحتى بيستخدموا اسماء مشابهه. يعني مثلا يقول لك هيومن رايتس مونيتور، يعني اسماء تدخل الخلط على المستقبل بانها منظمات محترفه، وهم في الحقيقه سياسيين ينتموا لجماعه سياسيه محدده، ولم يعرف عنهم دفاعهم عن حقوق الانسان. طيب دكتور حافظ، بصفه حضرتك عضو في المجلس القومي لحقوق الانسان، الرد على المنظمات دي بيجي في انهي سياق؟ يعني ازاي بتردوا عليهم؟ ازاي يعني بتبينوا اكاذيبهم دي للناس؟ احنا طبعا احنا يمكن في معارك، احنا لما كنا في جنيف في ساعه التقرير الدولي الشامل كانت معركه وانتصرنا فيها. هم قالوا اكاذيب كثيره جدا من هذا النوع، احنا بنرد عليها بمفهوم سياده القانون، بمعنى واحد، اولا نحن ليس لدينا قانون طوارئ يسمح بالقبض الاداري على الاشخاص، الاشخاص بيتم القبض عليهم من قبل سلطات قضاء وسلطات نيابه عامه، وبيكون له حق الدفاع، بيحضر معاه محامي او محامين، وبيحاكم قدام قضاء الطبيعي، وبالتالي ليس قضاء استثنائيا. فإذا توفرت هذه الشروط للمحاكمة العادلة والمنصفة، لا يمكن أن احنا نتكلم على انتهاك لهذه الحالة. ليس هي التهم الموجهة إلى الأشخاص، هي تهم حقيقية بأدلة حقيقية. تكلمي الناس دي عملوا حملات وشركة احنا كشفناهم أنه يقدم لك بعض الأشخاص على أنهم يعني قتلوا مجرمين ارتكبوا جرائم قتل وتفجير على ان هم منظمين. اديكي مثل، يعني الشاب اللي القى 2 أطفال من فوق عماره في الاسكندريه معروفه والناس كلها شافتها على شاشات التلفزيون، وللاسف كان في تصوير ساعتها، وبالتالي يعني بعد ما حكم عليه بالاعدام ولانها جريمه شديده في الشناعه، لانه بيلقي طفلين من فوق العماره، واللي صور هذا الناس من العماره المقابله حاولوا يظهروه على انه مناضل سياسي وان هو بيعاقب لانه هو
معارض للسياسه القائمه وليس لانه ارتكب هذه الجرائم. سيده هو الفكره يا دكتور حافظ في ان كل الاكاذيب دي تكشفت امام الراي العام بكل الاشكال، هي الفكره السؤال هنا ليه الاستمرار في كل الاكاذيب دي؟ هي ده حقيقي السؤال اللي ملوش اجابه وملوش مفهوم يعني. هم ما عندهمش قضيه دلوقتي غير ان هم يسعوا للراي العام الدولي ان هم يقدموا كل المقاتلين بتوعهم وكل الارهابيين بتوعهم وكل الذين ارتكبوا جرائم في مصر على انهم ضحايا المعارضه السياسيه وليسوا ارهابيين. وبالتالي دي معركه، ومعركه لازم ندخلها في تقديم المعلومات. وكعادتنا في كل المعارك ضد هذه الجماعه يا دكتور حافظ احنا اكيد اكيد الشعب المصري والحكومه المصريه كسبان. على كل حال دكتور حافظ ابو سعد عضو المجلس القومي لحقوق الانسان، انا بشكر حضرتك جزيل الشكر.